البعض يقول لأنه أنت ما قدرت تحقق مطالب الجمهور التشريني، نعم. فكل اللي تسويه أنه تهاجم الحشد. لا ما أهاجم، يعني قضية تهاجم بأنه مسألة شوية كبيرة، يعني مو قضية تهاجم. دائما ارجع وافرق بين قيادات وبين قاده. اكيد انا هسه من حكيت على الجيش العراقي اكيد كنت اقصد قيادات أكيد. وليس الشعب اكيد، ولكن هذا يعني مثلا انت يبرروا لي، انا ما يبرروا لي يعني مباشره، يعني يوقعونا في مشاكل ويا السواد ما يبرروا لك لان يدرون بنيتك مو زين وياهم. لا ابدا، واحنا ما تكلمنا عن شيء، تكلمت انا عن قضيتي يعني الاولى بانه اولا بانه المنتسب في الهيئه ما عنده يعني ضمان وظيفي، لانه كرقم أمام وزارة المالية رقم وظيفي كضمان في هذا الجانب ما موجود. شلون ما موجود؟ ما موجود. يعني وزارة المالية ما عندهم أرقام وأسماء المنتسبين؟ لا ما موجود. لعشان يستلمون رواتب على كيكات؟ يعني هي الهيئة تسلم الرواتب وهم يستلموها. لا هم عندهم بطاقات دفع. يعني عندهم بطاقات بعد بالتفاصيل أيضا كأرقام، كم عدد المنتسبين أسماءهم، إذا فصل واحد هل إلى حق بأنه يشتكي، وين يشتكي، وين يروح. هاي التفاصيل أغلبها ما تجري مثل مؤسسات الدولة العراقية. يعني وزارة المالية اليوم ما عندها أسماء منتسبين الحشد الشعبي؟ لا ما موجودة، لا ما موجودة. وهذا من جانب نتكلم به بأنه ضمان حق هذا المقاتل. وين الأسماء؟ فقط عند الهيئة؟ نعم، وهذا الجانب نتكلم به بأنه ضمان حق المقاتل. لا بس أوقف، خليها أفتهم. عند الرواتب شلون توصل لهم؟ هو قضية معروفة ترى، كلهم تكلموا بها، يعني مو شيء جديد أنا طلعت. إيه بس مو هذا قانون التقاعد مال الحشد الشعبي، المفروض يعني عندهم يعني جداول يعني مالية يعني كل واحد وحالهم حال موظفين الدولة. يعني الهيئة تعامل يعني أو هي تعامل نفسها ككيان منعزل عن بقية الدولة العراقية، وبالتالي أكو إشكالات، يعني السياق الوظيفي اللي يمشي في الهيئة ما يمشي في غيرها من الدوائر الدولة اللي موجودة. وهذا يسبب خلل ايضا في الضمان الوظيفي وضمان حق المنتسبين، وتكلمنا عنها هذه بكل صراحه. بس هم عندهم ايضا تقاعد وتستقطع من عندهم ضريبه، يعني حتى فسخ العقود، وحتى بانه اذا اراد طرد منتسب ايضا مو واضحه بانه اين يشتكي وكيف يشتكي وكيف يضمن حقه وحقه في التقاضي. هاي كلها ما واضحه.